طفرة غير مسبوقة شهدها قطاع الكهرباء، حيث نجحت مصر في 8 سنوات في التحول إلى دولة قادرة على تلبية كافة احتياجاتها ووجود فائض للتصدير في هذا القطاع المهم. ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، قام بدعم قطاع الكهرباء باعتباره قضية أمن قومي، الأمر الذي ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات في هذا القطاع الحيوي الهام، فضلا عن توقيع شراكات مع أكبر الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، وعلى رأسها شركة سيمنز الألمانية.